بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا صف تاسع. اليوم إن شاء الله رح ناخذ درس جديد اللي هو التراث الوطني لمادة التربية الوطنية. أول إشي نعرف اليوم مفهوم التراث، وهو ذلك الموروث الحضاري الذي يشمله كل ما تركته لنا الأجيال السابقة. إذن هو الموروث الحضاري الذي يشمل كل ما تركته لنا الأجيال السابقة. طبعاً إن التراث مسموع مثل الروايات الشفهية والحكايات والفنون الغنائية، وتراث مكتوب كالوثائق والكتب والمخطوطات، بالإضافة إلى التراث المبني مثل الآثار والزخارف والنقوش. طبعاً يوجد عندنا أنواع أخرى كأدوات الزينة والحلي والملابس وغيرها. كل هذا السجل لداخل التراث بكامل حمولته يشكل هوية مجتمع وخصوصيته التي تميزه عن باقي المجتمعات. هلا عنا أنواع التراث. يقسم التراث إلى قسمين، أنواع التراث: التراث المادي وهو التراث الذي عملته يد الإنسان وما تكشفه الحفريات وتضمه المتاحف كما يشمل باقي المدن التاريخية والعمائر الدينية والمسكوكات، الأدوات الفخارية الخزفية والزجاجية، بالإضافة إلى المنسوجات والأسلحة وأدوات الزينة. النوع الثاني التراث المعنوي، ويقسم إلى قسمين: واحد تراث فكري ويشمل الفنون الأدبية والفنون الزخرفية والخطية، ويشمل ما عرف عن السلف من العلوم والمعارف الدينية وما قدمه لنا السابقون من علماء وكتاب ومفكرين كانوا شهودا على عصورهم. النوع الثاني التراث الاجتماعي والحياتي، وهو قواعد السلوك أو العادات الاجتماعية والأمثال. مثلا عندكم التقاليد، منظومة القيم الاجتماعية، وموروثات شفهية كالحكايات، الزجل، لهجات الأزياء، بالإضافة إلى الفنون الشعبية كالغناء والموسيقى والرقص والأهازيج وأي شيء بيشمل هذا الفن أو التراث. صور من التراث: هلا عنا التراث الشعبي، والذي يتكون الجزء الأكبر من الحكايات الشعبية مثل الأشعار والقصائد المتغنى بها والقصص البطولية والأساطير والفنون والأمثال والألغاز واللباس، بالإضافة إلى حكايات شعبية للأطفال، أحاجي، أنواع من الرقص، حرف، فنون، أساطير وغيرها. مثلا عندكم كتاب للكاتب هاني العمد، هو كتاب حول الأمثال والأدب الشعبي الذي صدر عام 2008. هلا عنا أهمية التراث. أهمية التراث: أولا يمثل دعامة أساسية من دعامات الهوية الوطنية. اثنين يبين لنا إنجازات الشعوب ورقيها. ينمي في النفس الاعتزاز بالأجداد ومنجزاتهم، يدفعنا حتى أنه إحنا لازم نحافظ عليها. يبين لنا حكينا إنجازات الشعوب ورقيها. التراث هو صلة بين الماضي والحاضر والمستقبل، يربط بين الثلاث. يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تنشيط حركة السياحة. إذن هاي هي أهمية التراث. هون صورة للتراث قديم اللي هو حكينا عنه من اللباس، الخلقة السلطية أو اللبس الزي السلطي للنساء، أغلبنا بنعرفه أو لازم كلنا نعرفه. هلا في عنا أخطار تهدد التراث. هلا الأخطار التي تهدد التراث عنا تنقسم إلى قسمين: عوامل طبيعية وعوامل بشرية. نيجي للنوع الأول، العوامل الطبيعية مثل الأمطار والسيول، الرياح والعواصف، الهزات الأرضية ونمو النباتات. إذن هاي هي أهم العوامل الطبيعية التي تهدد التراث. أما العوامل البشرية مثل الحرائق، النزاعات المسلحة والحروب، أعمال الهدم والتخريب، قلة الوعي لدى المواطنين بأهمية التراث. إذن هاي هي أهم الأخطار التي تهدد التراث، منها العوامل الطبيعية والعوامل البشرية. صورة لحريق تعرضت له بعض الآثار في البرازيل، وأنهن البتراء تعرضت لي
الأمطار والسيول. هلا إذا نيجي هون نحكي اللي هي عوامل بشرية، وهون عنا عوامل طبيعية. ويعطيكم ألف عافية.